السلام عليكم. كل شيء بالالوان. ده اللي هتسمح لنا الكاميرا الكالر فيو من هيكفيجن. كلنا عارفين ان الكاميرات العاديه لما بيكون عندنا الضوء موجود بتشتغل تمام وكل حاجه بتبقى بالالوان. ولكن اول ما الاضاءه تختفي خلاص بتكون كل شيء بالابيض والاسود. اما الفرق مع كاميرا كالر فيو من هيكفيجن انه بيكون كل حاجه بالالوان في حاله وجود ضوء او عدم وجود ضوء. هنشوف دلوقتي تجربه عمليه للفرق ما بين الكاميرات العاديه وكاميرات الكالر فيو من هيكفيجن. تابعونا للنهايه. زي ما احنا شايفين المكان دلوقتي الاضاءه كلها طافيه، ولكن النور اللي طالع هو نور كاميرا هيكفيجن الكالر فيو. مع الاضاءه نشوف تصوير الفرق ما بين الصورتين زي ما احنا متابعين في فيديو تصوير الكاميرتين في نفس اللحظه. فرق كبير جدا، واضح جدا الفرق في صورة الكاميرا الكالر فيو مع استخدام الإضاءة الخاصة بها. ده طبعا يبين لنا قوة وميزة كاميرا الكالر فيو مقارنة بأي كاميرا تانية متوفرة في السوق. وده فيديو تاني يوضح لنا الفرق ما بين الكاميرتين في حالة وجود إضاءة. طبعا كل حاجة ظهر تمام بالألوان. ده كان فيديو بسيط يوضح لنا الفرق ما بين الكاميرا الكالر فيو والكاميرات العادية، ومميزات الكالر فيو إنه بتدينا صورة واضحة جدا في الظلام الدامس، دي أهم مميزاتها. أتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، وتابعونا في فيديوهات جاية كتير بإذن الله. مع السلامة.